السيد عادل الوليدي. سيد عادل، حياكم الله أستاذ. نعم، ما الذي حدث بالتحديد باعتبارك أنك في قلب الحدث؟ اليوم أثبتنا للعالم وعرضينا نظام علي الصالح الكاذب، هذا الذي استطاع 28 أن يراوغ على العالم وعلى المنظمات الدولية وعلى حقوق الإنسان في العالم، وكذلك من 33 عام وهو يستمر الكذب والدل والخداع وبأسماء القاعدة واسم الإرهاب. اليوم بعد أن أعلن قبل أسبوع أعلنت اللجنة التنظيمية عن مسيرة من عصر وستوجه في شارع الزبيري أمام العالم حتى لا يقول أن الفرقة أو أنصار الأحمر أو ميليشيات حزب معين أن من يقتل الشعب ومن يقتل الشباب ومن يقتل المظاهرين هم عناصر أو بقايا عناصر هذا النظام. كان هناك دعوات من شباب الثورة بتصوير، دعوة لوسائل إعلام بتصوير هذه المسيرة، هل تم توثيق ما حدث بالكاميرا؟ نعم، واللجنة الإعلامية بالساحة استطاعت عبر الإنترنت عبر موقع مباشر كانت تبث الحدث أولا بأول إلى جولة كنتاكي، استطاع بحمد الله تصوير كل وقائع المسيرة. نقول اليوم أثبتنا العالم وعرينا على عبد الله صالح أمام العالم، ونقول الآن من سيساهم بعد هذا اليوم في دعم هذا الرجل فهو مشارك في استنزاف دماء الشباب، فهو مشارك في إرهاب الشعوب، وهو مشارك بنشر التطرف والأصولية والتخلف في الوطن العربي. هذه الأنظمة منذ من نشأت في الوطن العربي هي أنظمة مستبدة، أنظمة عسكرية، أنظمة قمعية تتكلم وتتغنى باسم الديمقراطية كلام، أما في الحقيقة فواضح للعيان أن علي عبد الله صالح وأنزاله وأبنائه وأسرته كلهم قيادات عسكرية. للأسف انقطع الاتصال، هناك أحاديث عن استيلاء الثوار على